في موضوع آخر، أعلن نادي المعلمين اليمنيين توسع الإضراب ليشمل مؤسسات تربوية وتعليمية جديدة ضمن احتجاج دخل أسبوعه الرابع للضغط على ميليشيا الحوثي الإرهابية ومطالبتها بصرف المرتبات التي ترفض صرفها منذ 8 سنوات. وقال النادي في بيان مساء الجمعة إن الإضراب انخرط فيه الموجهون والإداريون وموظفو محو الأمية وتعليم الكبار ونواب المدراء وموظفو مكاتب التربية والتعليم في المحافظات، داعيا كافة المعلمين إلى الاستمرار بالإضراب والتكاتف حتى انتزاع المرتبات. البيان أدان بشدة قيام ميليشيا الحوثي بصرف مرتبات كبار قادتها في عدد من المؤسسات من الإيرادات التي تنتزعها قسرا من السكان في وقت ترفض عمدا صرف مرتبات المعلمين لثماني سنوات متتابعة. نادي المعلمين حذر من خطة للميليشيا باسم الطوارئ لإدارة المدارس تقضي بخفض الدراسة والعملية التعليمية بنسبة 80% لمواجهة الإضراب وتقليص الحصص الدراسية من 6 حصص في الأسبوع إلى 4، مما قد يؤدي إلى انهيار التعليم بشكل نهائي. وللوقوف حول هذا الموضوع ينضم معنا المحلل السياسي المعروف السيد عبد الهادي العزعزي. نرحب بك سيد عبد الهادي معنا في أخبار المنتصف. إذا بداية، توسع هذا الإضراب، ما مظاهر هذا التوسع وما مدى أيضا فعاليته بداية سيد عبد الهادي؟ مظاهر هذا التوسع أن الإضراب انتقل بدرجة أساسية من المعلمين في الميدان باتجاه الهياكل الإدارية، انضمام قيادة محو الأمية ومعلميها، كما أن هناك انضماما للهياكل الإدارية في الجهاز الإداري، وهذا جزء من التوسع ونجاحاً في الإضراب، إذ أن المضربين أصبحوا أمام خيار وحيد أو أوحد، وهو إما أن يدافعوا على أنفسهم وإما أن يستمر الصمت، والصمت على الرواتب كأنهم قبلوا بقرار التسريح غير المعلن الذي اتخذه الحوثي بمصادرته للرواتب واحتكاره لما سمي بقانون التعليم والمعلم الذي دخله مئات المليارات والتي تحولت إلى رصيد بيد يحيى الحوثي كرئيس لهذا الصندوق. نعم، طيب سيد عبد الهادي، ما فرص أيضا نجاحه؟ يعني تحدث نادي المعلمين أن هناك مؤسسة تربوية تعليمية جديدة انضمت، فبالتالي هل باعتقادك يعني سينجح؟ هل سيمثل أيضا يعني وسيلة للضغط على هذه الميليشيا لصرف المرتبات؟ أعتقد أن هناك تصريحا كان البارحة لرئيس نادي المعلمين، هذا التصريح قال أنه سوف يتوجه إلى صعدة، إلى صعدة لمقابلة زعيم الجماعة، وهذا يعني أن المعلمين بدأوا يفهمون أن القرار بمصادرة رواتبهم كان من زعيم الجماعة، وبالتالي اليوم جماعة الحوثي هي من تواجه كل موظفي الدولة، ليست الجماعة ومكاتبها الموجودة في صنعاء بدرجة رئيسية، لا محمد علي الحوثي ولا ما يسمى بالنشاط، لكن رئيس أو ما يسمى بزعيم الجماعة عبد الملك الحوثي هو صاحب القرار، وهذا فهم متقدم. هذا القرار وهذا الإضراب أظهر مجموعة كبيرة من آلية بنية السلطة في صنعاء، أظهر أن ما يسمى بمكاتب الحكومة ومؤسسات الدولة ليست إلا مؤسسات شكلية وأنها خارج السياق، وأن الحاكم الفعلي هي الميليشيا، وأن الميليشيا قد أصبح لها جهازا متحكما خارج جهاز الدولة، فمثلا أن يستدعى أعضاء البرلمان إلى صعدة لأنهم يناقشون مسألة قانون مسألة رواتب المعلمين بهدف إعطائهم دورة، هذه ربما من لعنات الدهر ولعنات الزمان، هذا البرلمان الذي كان صوته هو من يقود البلد وهو من يحدث كل شيء، اليوم أصبح مجرد أداة وتابع لجهاز الحوثي. أعتقد أن المعلمين اليوم أكثر إصرار، أكثر تمسك، استطاعوا كسر حاجز الصمت في مناطق سيطرة الميليشيا، الميليشيا تصادر رواتب المعلمين وتنشئ تعليما يمكن وصفه بأنه تعليما مذهبيا صرف،
عشرات المدارس التي أنفق عليها من أجل أن تقيم مدارس شهيد القرآن، ولا ندري ما هو هذا النمط التعليمي ووصف أي إيديولوجيا، إنها آخر مسمار يضرب في إيديولوجية أو الهوية الوطنية اليمنية. نعم، يعني كما تحدث السيد عبد الهادي، المعلمين استطاعوا أن يكسروا حاجز الصمت، لماذا لم تنضم أيضا قطاعات أخرى من الدولة في هذا الإضراب باعتقادك؟ أعتقد أن قطاعات الدولة التي هي تعاني نفس المشكلة كانت يجب أن لا تتضامن، كانت يجب أن تضرب، لأن على الأقل عملا بالمثل القائل المصائب تجمع المصابين. لكن هذا التمزق الحادث اليوم في كافة مؤسسات الدولة، كنا نتمنى أن ينضم القطاع الصحي وأن تنضم قطاع الإنشاءات، أن تنضم بقية القطاعات. يبدو أن الحوثيين لديهم مسلسل طويل لاستبدال كافة المؤسسات الموجودة. اليوم شهدنا خروج نمط من التعليم بما يسمى مدارس شهيد القرآن. هذه المدارس أعتقد أنه نظاما جديدا للتعليم بدلا من التعليم العام، كما أن هنالك اقتصادا موازي لجماعة الحوثي سوف يحل بدلا من البرجوازية الوطنية أو رأس المال الوطني. نعم. وأعتقد أن قطاعا صحيا تحت تشكل لجماعة الحوثي سوف يحل بدلا من المستشفيات العامة التي أصبح أغلب المواطنين بفعل الفقر والإفقار القائم لا يستطيعون الوصول إليها، كما أن جهاز الأمن الوقائي للحوثي سوف يحل بدلا من الداخلية، والميليشيات قد حلت بدلا من الجيش، أي أن هناك دولة تحل بدلا من الدولة بمسميات إيديولوجية مذهبية لصالح هذه الجماعة، وهذه هي الخطيرة. فلذلك على بقية القطاعات أن تنضم دفاعا عن حق أطفالها في الحياة، دفاعا عن كرامتها برواتبها، دفاعا عن الحق الإنساني حق العمل، لأن حق العمل مقدسا كحق الحياة. نعم، كما تحدث هنا تكمن الخطورة سيد عبد الهادي، إحلال دولة مكان دولة أخرى، هذا ما تقوم به الميليشيا. نشكر تواجدك معنا، المحلل السياسي المعروف السيد عبد الهادي العزعزي، شكرا جزيلا لك سيدي لانضمامك معنا. Thank you.